كونكت جريد 2 يونت 7 سكند ترم. الترم الثاني ده يونت 7 ليسون 1 فيها. A flower, a park, grass, a tree, a river, beautiful, rainbow, قوس قزح, rainbow, a plant, bench. هنتعلم النهاردة قاعدة اسمها قاعدة there. There, grade 2, معناها هناك. There, هناك يوجد. There. There دي بتحب الناس كلها. يعني إيه there بتحب الناس كلها؟ يعني there اللي هي معناها هناك يوجد، ينفع نحط جنبها is للسينجلر يعني الحاجة الواحدة بس، وينفع نحط جنبها are للجمع حاجات الكتير. يبقى there is للسينجلر، there are للجمع. There is للسينجلر، there are للجمع. يعني مثلا أنا دلوقتي in the park. يعني إيه in the park؟ يعني أنا في الحديقة. in the park أنا في الحديقة. لو أنا عايزة أقول يا ريناد in the park يوجد أو هناك يوجد bench مقعد. البنش ده واحد بس، يبقى أنا هروح أقول إيه؟ هقول there هناك، there is هناك يكون، a عشان هو كان bench، bench واحد بس، مقعد واحد بس. There is a bench. يبقى again قولي تاني معايا يا ريناد. In the park. Open your mic يا ريناد. In the park. In the park. There is. There is. There is a bench. There is a bench. In the park يعني في الحديقة يوجد. هناك، هناك يوجد. there بيجي معها مين يا حازم؟ there بتاخد مين جنبها؟ there is أو there are. هاي حازم. there is أو there are. إمتى بنستخدم there is يا حازم؟ إمتى بنستخدم there is؟ there is لما يكون عندي singular. يعني إيه singular؟ يعني مفرد. طب أنا لو جيت سألتك يا حازم، أنا عايزة أتكلم عن الجراس، عايزة أتكلم عن مين؟ إيه بس؟ الجراس اللي هو الحشائش أو العشب، نستخدم له there is ولا نستخدم له there are؟ There is. ليه there is؟ لأن العشب يا حازم uncountable. يعني إيه uncountable؟ يعني ما بنعرفش نعده، لا يعد. الانكاونتابل يعني ايه يا حازم؟ لا يعد. طالما لا يعد يبقى بنعمله زي المفرد، زي السنجلر. فالسنجلر بياخد is ولا بياخد are؟ بياخد is. يبقى هنيجي نقول السنتنس بتاعتنا there is grass من غير a، لأن الـ uncountable اللا يعد ما بياخدش قبله A. الـ uncountable اللا يعد ما بياخدش قبله A. أوكي؟ طيب يلا يا ليلي. ليلي نقول تاني يا ليلي. هناك يوجد there. هناك يوجد. هناك يوجد. There. طيب. There is للسنجلر. There are للبلورال. There is the singular, there are the plural. There is the singular. There is the singular. There are four plural. There are four plural. يلا يا أحمد، هناك يوجد there. هناك يوجد there are. الأول هناك يوجد there is للسنجلر الحاجة الواحدة. There is للسنجلر الحاجة الواحدة. There are four plural. There are للجمع. There are four plural. There are للحاجة الجمع. طيب أوكي، إحنا ممكن كمان يا جريد 2 نستخدم نط اللي بتنط. ممكن كمان نستخدم مين؟ نط اللي بتنط عشان نقول لا يوجد. عشان نقول إيه؟
لا يوجد. لا يوجد. انا رحت حديقة، رحت حديقة يا رينات وما لقيتش فيها ريفر، ما فيش ريفر فيها، لا يوجد نهر فيها. يبقى هنستخدم ايه اول حاجة عشان نقول هناك لا يوجد؟ There. نستخدم ايه يا رينات؟ there. بعد كده النهر ده واحد بس، يبقى there is ولا there are؟ There is. there is، لان ده نهر واحد. طب هو فيه ولا مفيش؟ مفيش. مفيش، يبقى لازم نجيب نط اللي بتنط تنط جنب ال is، يبقى there isn't، there isn't a river. There isn't a river. يعني هناك لا يوجد نهر. There isn't a river. There isn't a river. يبقى يوجد، there is للسنجلر، there are للجمع. يوجد، there is للسنجلر للمفرد، there are للجمع. طب لا يوجد، لا يوجد يا حازم، there isn't، there isn't للمفرد، there isn't للمفرد، there aren't للجمع، there aren't للجمع، there aren't للجمع. اوكي، طب تعالوا بقى نتعلم مع بعض. احنا ممكن نستخدم there عشان نعمل سؤال او question. اسمه ايه يا احمد؟ اسمه هل يوجد. اسمه ايه يا احمد؟ هل يوجد. هل يوجد؟ يبقى احنا عاوزين نستخدم قاعدة زير عشان نعمل question، سؤال اسمه هل يوجد؟ هل يوجد؟ هل يوجد؟ هل يوجد؟ يبقى أول حاجة هنبدأ عشان نعمل سؤال بهل، زي ما احنا عارفين لازم نبدأ بهيلبينج فيرب. يبقى نبدأ لإما بإيز لإما بمين يا أحمد؟ هيلبينج فيرب. يبقى هل يوجد is or are there. هل يوجد نبدأ بمين؟ لإما is لإما are. are، يبقى هل يوجد يعني إيه؟ is there أو are there. Is there أو are there. وبعد كده الحاجة اللي احنا عاوزين نسأل عنها، الاسم اللي احنا عاوزين نسأل عنه. طب عايزين نعمل كده question مع بعض. عايز اقول يا ليلي هل يوجد سمك في النهر؟ هل يوجد سمكة؟ هنبدأ بمين؟ دي سمكة واحدة، يبقى هنبدأ بمين؟ Is there. هنبدأ أول حاجة بإز عشان دي سمكة واحدة، يبقى إز زير. إز زير أفش. إز زير أفش يعني هل يوجد سمكة in the river. طب إحنا نجاوب إزاي على السؤال فيه هل؟ طالما السؤال أوله إز أو آر يا ليلي، يبقى لازم نبدأ لإما بيس لإما بمين؟ نو نو. طب بصي كده، آه في سمكة، يبقى الكلام ده يس ولا نو؟ Yes. Yes. ونعمل مقص، يبقى yes comma there is. أدي is وأدي there، يبقى yes comma there is. Yes comma there is. Yes comma there is. Is there a fish? Yes there is. طيب يلا يلا يا رينات، لو أنا عايزة أقول يا رينات هل يوجد، هل يوجد طائر؟ هل هل يوجد طائر؟ هنبدأ بمين؟ بإز ولا بآر؟ إز. إز لأن ده طائر واحد، يبقى إز إيه؟ Is there. Is there a bird. Is there a bird؟ هل يوجد طائر؟ Is there a bird؟ طب بصي كده مفيش طائر في البارك النهارده، مفيش طائر، يبقى نجاوب بمين؟ Yes ولا no؟ No. No. ونعمل ايه بعد النو؟ No comma
ادي از وادي زير. هننزل مين الاول يا لينا يا ريناد؟ زير. زير وبعد كده از. از وما ننساش ايه مع النو، ما ننساش ايه مع النو. كم. لا ما ننساش ايه مع النو، ما ننساش النط مع النو. ما ننساش ايه مع النو، نط. ما ننساش النط مع النو. يبقى تاني، يوجد، يوجد يا جريد تو، زير از او زير ار. هل يوجد، از زير او ار زير. يوجد، زير از او زير ار. هل يوجد، از زير او ار زير. ولو انا عملت question بهل لازم نجاوب بيس ونو. يس زير از لو الحاجة موجودة، No, there isn't لو الحاجة مش موجودة. وما ننساش النط مع النو، ما ننساش النط مع النو. طيب تعالوا كده يا جريد تو نشوف الديالوج اللي بين اللي بين جراند ماذر وهاني وهانا. Where are you? Where are you grandmother? Where are you grandmother? أين أنت؟ Oh, I am in the park. I am in the park. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. There is a rainbow. يوجد rainbow. Rainbow اللي هو قوس قزح، وده rainbow واحد. In the sky. في السماء. In the sky. هل سألتها؟ Is there a bench in the park? هل يوجد bench مقعد in the park? Is there a bench in the park? Yes, there is. I am on the bench now. أنا قاعدة على البنش دلوقتي. I am on the bench now. جي بعد كده هاني سألها، قال لها Is there a river? Is there a river? No, there isn't. يبقى لو حاجة توجد وسألنا نجاوب yes. There. Yes. ولو حاجة لك يا أحمد نجاوب ب no, there isn't. No, there isn't. No, there isn't. ولازم يا أحمد، لازم يا أحمد نحط إيه في الآخر؟ ما ننساش النط مع النو. ما ننساش ايه لو انا بجاوب؟ ما ننساش النط مع النو. ما ننساش النط مع النو. There is لازم يكون بعديها singular، والsingular يا شباب اسمها a tree، شجرة واحدة a tree. In the grass يعني في الحديقة، in the sorry in في الحشائش. In the grass is a ant. يوجد مين هي؟ يوجد يعني there. يوجد there. There. There space a river. A river ده نهر واحد، وطالما نهر واحد يبقى نستخدم is أو there is عشان ده singular. يبقى there is. Space is a bee. Bee نحلة. In the flower عايزين نقول هناك، مين هي؟ هناك there. Space there an ant. An ant يعني نملة واحدة بس. يبقى عايزين نسأل بهل يوجد، يبقى is there. There is space in the park. طالما there is يبقى عايزين حاجة singular، يبقى نستخدم a plant نبات. طيب لما اجي الاقي سؤال اوله is يبقى لازم اجاوب بyes او no. Is there a boy؟ هو ده صورة boy؟ يبقى no, there isn't. Is there a fish? The fish of a fish. يبقى yes, there is. نعمل مقص. Is there a lemon? دي lemon لمونة. Yes, there is. Is there a bee? هي دي نحلة. دي نحلة. يبقى yes, there is. Okay, يبقى lesson one في unit 7 بتكلم عن قاعدة there. هنتعلم بعض الwords عن الحديقة بتاعتنا، ونتعلم ان احنا نستخدم يوجد اسمها there is، لا يوجد there isn't للسنجلر، هل يوجد is there للسنجلر.